النهاردة هتكلم عن فنان جميل ذو اسلوب رائع، كوميدي، قلب رائع جدا جدا جدا، اللي هو توفى في شهر رمضان. الفنان الرائع الجميل ذو الكاريزما والشخصية الكاريزماتية في أداء الكوميديا النابعة من القلب والصافية اللي بتعبر عن جمال الشخصية المصرية. النهاردة هتكلم عن الفنان ابن شبرا إبراهيم نصر. تعالوا كده يا جماعة نشوف مين هو إبراهيم نصر. الاسم إبراهيم نصر النخيلي، مواليد أغسطس 1950. النخيلي يعني من مركز النخيلة من محافظة الأسيوط. صعيدي، راجل، ابن راجل متربي على العادات والتقاليد المصرية الأصيلة. أبوه يعمل كمقاول، يجي من الصعيد ويدرس في كلية الأداب، يتخرج من كلية الأداب. عنده موهبة جميلة جدا، الموهبة بتنمو وتنمو كل يوم. ابتدى بأن يقلد الأسرة، أفراد الأسرة، يقلد أي شخص، وبعد كده يشتغل في برامج أطفال. قلبه حلو جدا، جواه طفل صغير، ابتسامته جميلة. تدرس الشخصية وتحاول تقرأ من هو إبراهيم نصر، هتلاقي إنسان رائع، قلب جميل. زي أي حد عنده موهبة عايز اللي يكتشفها، تلف الأيام وتدور السنين، وما بالك وما أدراك من الأيام. يقابله الشاعر العظيم ذو الموهبة الجميلة بخيت بيومي، يقول لك هنا عنده موهبة، إبراهيم نصر عنده موهبة. يقدمه مين؟ يقدمه إلى المذيعة اللامعة آنذاك أماني ناشد. ومن هنا ابتدى إبراهيم نصر يحط رجليه على بداية النجومية والفن داخل مصر الحبيبة. ولكن اللي شهره واللي خلاه نجم هي برامج رمضان والكاميرا الخفية. إبراهيم نصر أسطورة المقالب. إبراهيم نصر عرف يطلع من الشخصية المصرية اللي جواها، عرف يضحك الناس من قلبها، عرف إن هو يتعامل مع الناس البسطة، الناس الجميلة، بدون أي تحضير، بدون أي إعداد، كوميديا الموقف. إبراهيم نصر والإنتاج والمخرج مدوش ملايين لممثلين عشان يجيبوهم يقولوا لهم تعالوا انتوا هتعملوا برنامج معانا، يلا البسوا التيشيرت، البسوا الجينز، البسوا الكوتشي الشوز، عشان هتاخدوا ملايين، يلا امدوا العقد دوت، يلا عشان تطلعوا تمثلوا قصاد الناس ان انتوا بتتضربوا، يلا اعملوا المقلب زي ما ناس كتير عملت. إبراهيم نصر انسان طبيعي جدا، كوميديا الموقف. يعمل ايه؟ يجيب لك شوية طماطم قصاد اي بيت، يقعد ان هو بيبيع قصاد البيت دوت، يقول لك المكان ده بتاعي، ويشوف رد فعل الناس بطريقته التلقائيه الجميله. عرف ان هو يضحك ملايين من البشر. مش بس كده، عرف يخرج الطبيعه المصريه الكوميديه الجميله بدون اي انفعالات، بدون أي تمثيل أمام الكاميرا الخفية. إبراهيم نصر عمل شخصية زكية زكريا، الست الحلوة اللي بتحط ميك اب وبتتعامل كست مع جميع البشر. عرف يطلع ما بداخل النفس البشرية المصرية بطريقة جميلة جدا، كلين كوميدي، كوميديا نظيفة رائعة. عمل زكية زكية في البرلمان، فيلم رائع، وعمل مستر كاراتيه، وعمل شمس الزناتي، وعمل أفلام جميلة جدا جدا، آخرهم إكس لارج. وجملته الجميلة قوي قوي قوي، افتكروا، ابقوا افتكروا. إبراهيم نصر الجمال اللي فيه
إن حتى في موته لما بلغ من العمر 70 سنة الناس اتفاجئت إن هو مسيحي. الناس استنته في جامع عمر مكرم عشان على أساس إنه مسلم تحضر جنازته، ولكن برضو عمل مقلب جميل جدا وطلع من الكنيسة المرقسية القديمة بالأسبكية. إبراهيم نصر شخصية جميلة نتعلم منها كتير، وهو كالتالي: واحد عندك موهبة اتعب، اسعى ورا موهبتك هتلاقي من يكتشفك. إبراهيم نصر عنده تصالح مع الذات جميل جدا بابتسامته الجميلة جدا، ما بيكرهش حد وبيحب كل الناس. أكتر فنان طلعت عليه إشاعات إن هو توفى وقال لهم كده: كويس إن نعرف كم واحد هيحضر جنازتي والناس اللي بتحبني مين ومن متحبنيش مين. إبراهيم نصر رائع جدا، شخصية جميلة جدا. الله يرحمك يا عم إبراهيم، علمتنا كتير ببرنامجك الكاميرا الخفية اللي كلنا كنا بنستناك في شهر رمضان الجميل، وانت برضو رحلت عننا في شهر رمضان الجميل. ربنا يرحمنا ويرحمك يا أعظم فنان كوميدي صافي القلب، وعندك كمية جميلة جدا من الحب والتفاؤل ومحبة الناس. ربنا يرحمك يا عم إبراهيم.